دكتور أسامة، لو دخلنا بقى على طول في ماتش السوبر وكواليسه، أكيد كان في حاجات تانية قبل ماتش السوبر، بس هل كان في استعداد خاص؟ لأن كمان خاصة كنا سمعنا إن في لعيب عنده شك زي دونجا، مصطفى شلبي حاسس بشك، فكنت عايز أعرف تجهيزك بشكل عام لماتش السوبر، في استعداد خاص؟ كان تنسيقك مع جوميز ماشي إزاي؟ اولا انا عايز اشكر طبعا شيكا وعمر وكل اللعيبه، بس شيكا عنده حاجه، عنده ميزه ان هو فعلا هو كابتن فرقه بمعنى الكلمه، ومش الموضوع مش علاقه باللعيبه بس، وليه علاقه. انا عايز اقول لك يمكن اول مره وانا بشكره على ده، احنا كان عندنا مشاكل شخصيه في الجهاز الطبي، انا فوجئت ان المشاكل دي بتتحل، وبعد فتره عرفت ان هو اتدخل وهو اللي حلها، وانا بشكره على الهوا لان ده حقه والاشخاص معانا. فهو راجل وجدع، وهو عايز المنظومه تنجح. وخلي بالك والله يا كابتن محمد، انا مش من اللي بعرف اجامل، فدي حقيقه وده حقه. ان انا بشوف مشكله في اي مكان، لو هقدر احلها بحلها، وده دور وفعلا بتتحل. يعني هو كان يجي يسالني مثلا دكتور سامي انت في حصل كذا كذا كذا، اقول له الاقي فجاه المشكله بتتحل بطريقه ما. يعني فكره ان انا بخرج من نادي انا حاطط في دماغي، بتكلم مثلا على جزئي، وده الكلام ده بيحصل في جميع الاجهزه ومع اللعيبه، ان انا عندي في مشكله في الحته دي وان انا عايز احاول احلها وتتحل، فدي حاجه انا لازم اشكر عليها. لان في الاخر احنا الموضوع طبعا الكوره، وحياتك عارف كلنا شغالين في كل واحد في اتجاهه، لو كل واحد في حتته عمل شغله صح واجتهد فيها وتوفرت له الظروف، بالطبع بعد توفيق ربنا سبحانه وتعالى لازم هيبقى في نجاح. وده اللي احنا بنعمله بقى لنا كذا سنه، احنا بنحاول كل واحد في حتته يعمل احسن حاجه، احدث حاجه، نشتغل كويس، نجتهد، نحل مشاكلنا، لازم هيبقى فيه نجاح، وده اللي حصل الفتره اللي فاتت بصراحه. يعني شيكا الحقيقه مهموم كمان بنادي الزمالك، مش بس موضوع ان هو لعيب وقائد كابتن فريق، لا اللي انت بتقوله ده ان هو يعني مهموم بكل التفاصيل، بياخد باله بكل التفاصيل. وبصراحه يعني انا عايز اشكره فعلا، هو عايز اشكر عمر من كباتن الفرقه، وهو على طول معانا وعلى طول بيتكلم معانا. هما بصراحه حاجه جميله، وشيف يعني بصراحه حاجه جميله، وبيحبوا الزمالك قوي، وكلهم مع كل الفرقه طبيين في النادي. بصراحه يعني في حاجه زي ما كنا بنتكلم على جماهير الزمالك مختلفه، وانا كمان بعد فتره بقيت معاهم بقيت حاسس انها مختلفه، يعني بحس في حب الزمالك، بقول لك النهارده انا ماشي مبتسم، انا مبسوط فرحان، فالحمد لله ربنا يزيدها علينا ان شاء الله.